علاقه بالوضع الحقوقي دائما انت كنتي كترافع في ملفات قبل يعني الاستوزان خصوصا الملف ديال الريف يعني المأمول اليوم انه الناس كتنتظر انه السي عبد اللطيف وهبي ياخذ شي يعني قرار ديال شي مصالحه ديال الى غير ذلك. اسالك الان واش اليوم نخدم على الملف عندي رؤيه عندي تصور وطرح الملف وكنناقشوا كنهيئ فيه خصوصا الخلفيه ديال احتجاجات خصوصا اسمع لي السي وهبي خصوصا الخلفيه ديال احتجاجات ديال الريف. لا لا نقول لك الموضوع ديال الريف تفضل 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 باش ما نكونوش كنتزيدوا الموضوع ديال الريف حتى واحد ما كيزيد ما كاين هذا هو انت واحد ما كاين لا دوك اللي كيتزيد تفضل تفضل راه في البرلمان تزيدوا عليا لا تفضل الموضوع قبل هي ولا انا مقتنع به وانا كيف كنت مسؤوليه الافراج الى اولا لا باش نقول لكم الموضوع باش نكون واضحين تفضل وصل لدرجه حكم نهائي بالمحكمه النقد اختصاص في العفو لجلاله الملك واش هادشي كان خافي عليك فاش كتقول انه غترشح ودابا مالو خافي عليا لا خافي ما خافي عليا والو انت التزمتي انك غترشح معاك في الحزب اصلا فالان انا اهيئ باش نقدمها للملتمس لجلاله الملك. ملتمس عفو. ملتمس للعفو. العفو. كيبقى جلاله الملك اللي هو رئيس الدوله كامل الصلاحيه اتخذ القرار اللي كيشوفه. هذا اجراء اتداول فيه مع السادة الوزراء، اتداول فيه مع الموظفين، واتداول مع الجميع ما هو احسن الطرق، لان عندي رغبه فعلا باش نفرجوا على معتقل الريف. عندي هذه الرغبه. يعني واحد خلق واحد جودي انفراج حقوقي وما عمرني درت بها الانتخابات عمرني درت بها السياسه بل عندي قناعه انه خصنا نديروا واحد النوع ديال تجاوز لمجموعه من الملفات باش نخلقوا جو جديد باش نستمروا في النهج اللي داره محمد السادس من حيث دار الانصاف والمصالحه لذلك انا اتحمل مسؤوليتي وساستمر في ذلك. طيب اليوم كذلك في اطار هذا الشيء ديال المعارك القضائيه اليوم عندنا في ملف الصحراء بالخصوص